لو ما شفتش الجزء الاول من حكاية انيوشا روح شوفه الاول وتعالى عشان تعرف احنا وصلنا لفين. بعد ما بيحصل انيوشا على سيفتي سايجا وقتاله ضد اخوه اللي طلع هو كمان كان عاوز ياخده لنفسه، لكن بيقدر انيوشا يقطع له دراعه وبيهزمه اخيرا وبيخرجوا هما الاثنين من هناك. بعدها بتروح كاجومي للست دي وبتعرفها كل اللي حصل، وكمان بنعرف ان سيفتي سايجا ما بيشتغلش بس غير لحماية البشر، يعني بينقلب للنسل الثاني واللي بيكون قوته جبارة جدا. وطبعا بيحاول انيوشا انه يستخدم السيف، لكن السيف برضه ما بيشتغلش معاه لحد ما فضله وبيروح يقعد بعيد شوية على شجرة كده. وكمان كاجومي بتروح عشان تستحمى، لكن بيلاحظ انيوشا في شيء بيجري اتجاه كاجومي وبيروح يجري وراه، لكن الشيء ده بياخد ملابس كاجومي وبيروح يوديها لصاحبه اللي بيطلع واحد من الساموراي وكان بيدور على اي اكل عشان ما كلش بقاله يومين. المهم بياخدوا اللبس منه من جديد، لكن بيتفاجئ ان في بعضا من الساموراي في احد القرى بياخدوا بنات من هناك ومتجهين يم قلعة الحاكم واللي بيكون الناس شاكين فيه وبيقولوا عليه شيطان. بعدها بنشوف الحاكم ده واللي بيكون متغطي بضمادات كتير كده ومحدش عارف له حاجه، قاعد بيشرب مع الاميره دي والدنيا تمام على الاخر. بيجي الليل وبيروحوا هما الثلاثه عند قلعه الحاكم اللي بالمناسبه الشخص ده اسمه نوبو نانا، وده جاي برضو للقلعه دي عشان ابو الاميره سمع ان بنته في خطر فبعته عشان يطمن عليها. المهم انيوشا بيشم فعلا ان في شيطان هنا في المكان، بياخدهم انيوشا على ظهره وبيطلع بيهم جوه القلعه واللي بيلاقي كل الحراس اللي هناك متنومين تنوين مغناطيسي، وداخل القصر برضو نفس الكلام. بيفضل يدور على الاميره لحد ما بيلاقوها راقده على الارض، بيفوقوها وبيطمنوا عليها، واللي بيطلع اسمها تسوي واللي بتعرفهم انها بعد ما اتجوزت بفتره لقى جوزها بقى بيتصرف تصرفات غريبه، وفي احد الايام وقع في بركه ميه وجات له حمى شديده جدا ومن بعدها تحول لشخص تاني. بيلاحظ انيوشا ان ريحه الشيطان بتقرب عليهم وبياخد كاجوم وبيروح يشوف فيه ايه وبيلاقي الحاكم في وشه، وبسرعه جامده من انيوشا بيهاجم عليه وبيقدر يشيل الضمادات اللي عليه، وبيطلع فعلا ان ده شيطان وعلى شكل ضفدع وانه خطير جدا وكمان عايش بقاله 300 سنه. بتشوف كاجوم ان في جزء من الجوهره المقدسه على كتفه، بيهاجم انيوشا عليه مرة تانية، لكن الضفدع ده بيهاجم هو عليه ببخار سام وبياخد الاميرة وبيطلع يجري. ملحوظة شباب، صوت الضفدع ده هو صوت اكاينو من انمي وان بيس. بعدها بياخد الاميرة اللي مكان غريب، ولكن انيوشا بيكسر الباب وبيدخل عليهم. بيلاقي الضفدع ده حاططها كده في كرة بيضاء، ومش بس هي ده حاطط بنات كتيرة في كور زيها، وده ببساطة عشان تموت، وبمساعدة الجوهرة المقدسة اللي معاه بيقدر يختم ارواحهم في الكرة دي، وده عشان يتغذى عليهم ويقوي نفسه. لكن انيوشا ما بيهتمش وبيهاجم عليه بسيفتي سايجا وبيقدر يجرحه في كتفه كمان، لكن بيقوم الشيطان ده وبينادي على الارواح بتاعته، وبنشوف الارواح دي وهي بتجيله وبيدخلها داخل جسمه، وفجاه بنلاقي الجرح اللي كان في كتفه اتشفى من جديد. بيطلع الواد ده الاميره من الكوره بتاعتها وبيروح الوحش عنده عشان ياخدها تاني، لكن انيوشا بيديله خبط على دماغه بالسيف بتوقعه على الارض، وفجاه بنلاقي صوت الوحش ده اتغير وبيطلع ان ده زوج الاميره. بيحاول انيوشا يهاجم عليه، لكن الواد ده بيقف في وشه وبيقول له ان ده الامير ومش هينفع يقتله. بيقعد انيوشا على جنبه بيقول لهم خلاص ماليش دعوه تاني، وفجاه بنلاقي صوت الوحش ده اتغير بيهاجم عليه بلسانه وبيطعنه في كتفه، وبيطلع ان ده كله كان تمثيل عشان محدش يقتله. بتاخد كاجومي الاميره دي وبتطلع تجري، وبيطلع الوحش ده كمان يجري وراهم. بيقولوا البرغوت ده ان الضفادع دي بتكره النار، لحد ما بيهاجم عليهم الضفدع ده وبيوقع الشنطه بتاع كاجومي على الارض اللي بيكون فيها علبه بروسول. بسرعه كاجومي بتهاجم عليه وبتولع فيه، وبيطلع فعلا الضفدع ده من الحاكم الحقيقي، وبضربه سريعه من انيوشا بيقدر يقتله وبيبخره في الهواء كمان، وبيرجعوا الزوجين من جديد تاني. بياخد انيوشا وكاجومي جزء الجوهره المقدسه منه وخلاص بيودع الواد ده وكل واحد بيمشي في طريقه. لكن وهم ماشيين فجاه بيلاقي الدنيا ضلمت عليهم فجاه، وبيظهر وش زي البالونه كده وبيهاجم على انيوشا وبيقول له سلمني ياض الجوهره اللي معاك، لكن انيوشا بيديله قلم واحد بس وبيفرقع وشه كله، وبيظهر ان ده ثعلب صغير واسمه شيبو، وهو جاي ياخد منهم الجوهره عشان يزيد بها قوته ويقتل اخوان الرعد عشان قتلوا عيلته كلها وقتلوا ابوه. وفي اليمه الثانيه بيدور قتال بين الكرة، لكن وفجاه بيجي اخوان الرعد واللي اسمهم هايتن ومانتن، وبيهاجموا على الجيشين دول وبيقدروا يموتوهم في ثواني، يعني من الاخر كده قوتهم خطيره جدا وكل واحد منهم بيمتلك جزئين من الجوهره المقدسه. وبنشوف الفرو بتاع ثعلب ابو شيبو بعد ما قتلوه وخدوه عملوه زي لبس كده عشان يدفيهم. بعدها بيدور شجار بين شيبو وانيوشا وبيحط عليه حجر كده وعليه تعويذه، وانيوشا ما بيقدرش يتحرك من مكانه. بياخد شيبو باقي اجزاء الجوهره من كاجومو وبيطلع يجري بيها، لكن وهو بيجري بيتفاجئ بمانتن قاعد قدام البحر وبيصرح شعره لامورياد، واول ما بيشوفه مانتن بيهاجم عليه وبيوقع من شيبو اجزاء الجوهره. بيمسكه مانتن وعاوز يقتله، لكن بتيجي كاجومو وبتخبطه في سهمه في وشه، وبياخد شيبو بقى اجزاء الجوهره وبيطلع يجري. بتهاجم كاجومو عليه بسهم تاني من بتاعها، لكن ما بيتاثرش المره دي، ولكن بسبب السهم ده هتحصل كارثه دلوقتي. كاجومو لما هاجمت عليه في دماغه السهم ده جه في شعره، وده اللي ادى سكوت شعرتين من اصل 3 شعرات في دماغه. الواد بيغضب جامد جدا وبيهاجم عليهم. ما هو برده يا جماعه عنده حق، هو كل اللي عنده 3 شعريات بس، تيجي واحده زي دي وتشيله 2؟ طب يمشي ازاي قدام الناس دلوقتي؟ المهم كاجومو بتفقد الوعي وبيجي
تايتن وبياخدها على السحابه بتاعته وبيمشي، وبيستخبى شيبو على جنب كده بدل ما يقتله. بيرجع بسرعه شيبو عند انيوشا وبيحرره من الختم بتاعه، وبيعرفه شيبو كل حاجه، وبيتجه انيوشا لمساعده كاجومي. بعدها بنشوف هايتن وهو بيصنع صبغه، وبيقول لكاجومي ان هو محتاج دمها كله عشان يعرف يظبط نوع الوصفه دي. يعني من الاخر كده انت شلتلي شعرايتين وانا هشيلك من العالم كله. الواد ده مضحك والله يا جماعه. المهم بيوصل اخوه وبيكون شبيها للبشر كده، بس هما الاثنين وحوش وبياكلوا البشر والوحوش عادي، وكان عاوز ياكل كاجومي لحد ما بتقوله ان ليها حبيب اسمه انيوشا وده معاه قطع كتير من الجوهره المقدسه وممكن تبادلوني بيه وبكده انتوا الكسبانين. المهم في الاخر الواد ده بيوافق، وبيروحوا كلهم عند انيوشا واللي بيكون هو كمان جاي لهم، بيتكلموا معاه على اساس انهم يبدلوا معاه الجوهره، لكن زي المتوقع انيوشا بيقول لهم انا ما اعرفهاش اصلا، لحد ما بيفضلوا يتخانقوا مع بعض. المهم بيقرر هايتن انه يهاجم عليه، وبنشوف قوه الرعد بتاعته قويه جدا دي. بيحاول مانتون ان يساعد اخوه، لكن كاجومي بترميه من على السحابه بتاعته. بيحاول يقوم تاني، لكن شيبو بيعمل عليه واحده يويو من بتاعته وبتحفره في الارض، بس التقنيه اللي هو بيعملها دي لها وقت وبتخلص على طول. نفس الكارثه بتحصل تاني، اخر شعرايه في راسه بتوع. المره دي بقى هايتن هيخرب الدنيا، بيغضب جامد جدا وبيديهم واحده صعقه برق بتفجر المكان كله. هايتن قرر يجلد الكل. انيوشا هو كمان بيتضرب وبيتعور من هايتن وبيقع على الارض، وبيمسك هايتن بكاجومي وعاوز يخنقها، لكن انيوشا بيشوفه وبسرعه جامده منه بيحدف السيف بتاعه على مانتن، والسيف بيجي فيه وخلاص على وشك الموت. بسرعه هايتن بيروح يشوف اخوه واللي بيموت بين ايديه، بيقسم هايتن انه هينتقم لموته وبياكل الجوهره من راسه. وبنشوفه هو وبقى قوي جدا وبيهاجم على انيوشا بصعقات رعد جامده جدا، لكن بيطلع البرغوث ده وبيقول له يستخدم غمد السيفتي سايجا ويصد الضربه بيه، لان السيفتي سايجا قوي جدا وبيحتاج غمد قوي جدا عشان يستحمل قوته. بيجرب انيوشا وبيصد ضربته فعلا. بتلاحظ كاجومي ان انيوشا مش عارف يقاتل بسبب ان الشخص ده راكب على عجلات مولعه وعمال يطير بيها في الجو. بيتحول شيبو الكوس على قده كده وبتنشل كاجومي عليه وبتدمر له واحده من العجلات دي، وبيجري انيوشا عليه وبيديله بايده في وشه وبيطيره بعيد. بيقف هايتن تاني وبيهاجم عليه، لكن انيوشا بيصد ضربته مره تانيه بغمد السيف، لكن وفجاه بنشوف غمد السيف انه قدر يستدعي السيفتي سايجا. بيجري انيوشا عليه وبيمسكه، ومن اول هجوم عليه بيقسمه نصين، وبيموت هايتن وبياخد منه 5 اجزاء جوهره من جديد، وبيرجعوا للقريه تاني. بعدها بنشوف ان كاجومي بتقرر تروح للعالم بتاعها عشان عندها مدرسه، وبتاخد اجزاء الجوهره دي معاها وبتروح مدرستها تاني يوم عادي. لكن بعدها بنشوف ان في حريق بيحصل عندهم في البيت، بيروح جدها عشان يشوف فيه ايه، لكن بنشوف ان كان في صندوق عليه اختام كتير، لكن النار جت عليه وبيحترق وبيتفتح من جديد. وبنشوف ان في قناع خرج من الصندوق ده، بيرش الراجل ده على نفسه ميه وبيمسك اختام في ايديه، وبنعرف ان القناع ده اسمه اكل اللحوم وان اسلافه هم اللي حبسوه هنا. بيرمي الراجل ده عليه شويه اختام لكن بتولع منه، بيوقع القناع ده عليه السقف بتاع البيت وبيهرب هو. بترجع كاجومي البيت وبتشوف عربيات رجال الاطفاء قدام بيتها، لكن بتعرفها امها بكل اللي حصل. بعدها بنشوف واحد من رجال الاطفاء وهو داخل البيت اللي كان مولع، لكن بيخرج القناع ده من الميه اللي تحت وبيلزق في وشه، وبيقدر يسيطر على الشخص ده وبياخد عربيه الاطفاء وبيجري بيها. وبنشوف ان هو بيدور على اجزاء من الجوهره هو كمان عشان يقدر يستعيد جسده من جديد. نرجع لكاجومي وبتشوف جده وهو عمال ينادي باسم القناع وراقد تعبان على السرير. بعدها بنشوف القناع ده وهو بيقدر يهاجم على رجال الشرطه وبياخدهم جواه، وبيستشعر بمكان الجوهره وبيروح عند كاجومي البيت، لكن بسرعه كاجومي بتاخد الجوهره وبتجري بيها، لكن برضه بيقدر الوحش ده انه يلحقهم هي واخوها. بتقول لاخوها انه ينزل في البير ده ويجيب انيوشا، وفعلا بيعمل كده وبيلاقي انيوشا جاله في ثواني، وبياخد اخوه على ظهره وبيشم مكان كاجومي وبيوصل عندها هناك، لكن بيكون الوحش ده محاصرها وبيهاجم عليه انيوشا وبيبعده عنها انها تشوف جزء من الجوهره المقدسه على القناع ده. بيهاجم انيوشا عليه تاني لكن بيقدر يحبسه داخل جسمه، وبيروح هو يهاجم عليهم، لكن بيقدر انيوشا يحرر نفسه وبضربه واحده من السيف بيقدر يقطع القناع ده لنصين، وبياخدوا جزء الجوهره اللي معاه وبيمشوا. بعدها انيوشا وكاجومي بيرجعوا لعالم الوحوش، وهم ماشيين في مركب في البحر بيلاقي شباك عنكبوت كتير هناك في المكان، وفجاه تاني بنلاقي بنت بتقع من على المنحدر. بيروح بسرعه انيوشا وبيمسكها، بتقعد البنت دي وبتعرفهم ان في وحوش اسمها راس العنكبوت وانهم هجموا على قريتها واكلوا الناس اللي هناك، وشكلها كده هي الوحيده اللي قدرت تهرب. بعدها بتقول لهم ان في معبد في قريتهم وبيسكنها راهب هناك، يعني من الاخر هي بتطلب انهم يوصلوها لهناك. بيروحوا هناك وبيقابلوا كاهن عجوز في السن وبيطلع انه عارف البنت دي. بيسالوا انيوشا ازاي الوحوش ما بتهاجمش المكان ده، بيعرفوا انه عمل تعويذ على المكان ده عشان كده الوحوش ما بتقدرش تقرب هنا. بيقرر الراجل ده انه يرد الجميل ويخليه يبات عنده النهارده. بيخش كلهم للبيت وبيقعد ياكلوا. بيعدي كام ساعه والليل بيليل، بيشم انيوشا ريحه وحوش كتيره، وبيطلع بره بيلاقي الوحوش محاصرهم من كل مكان، وبيهاجم على انيوشا بشباك العنكبوت بتاعهم وبيقدروا يهزموه. وداخل المعبد ده بنشوف ان الوحوش هجموا عليه وربطوا الراجل ده كمان، وبيقول ان الوحوش قدرت تكسر الاختام بتاعته وتخش المكان. بتقدر كاجومي تحرر انيوشا وبيجروا لمكان امن، وفجاه بنلاقي انيوشا رجع لشكل الانسان الطبيعي، وبنعرف ان في يوم واحد في الشهر لما القمر بيكون مكتمل انيوشا بيتحول لانسان كامل، وده ببساطه عشان نص انسان ونص وحش. بعدها بشويه بتيجي البنت دي عندهم وبتكون هي
كمان قدرت تهرب من الوحوش وبتترجاهم انهم ينقذوا الكاهن من هناك. وكمان بتفتكر كاجومي انها نسيت الشنطه بتاعتها اللي فيها جوهره هناك. بيدي انيوشا لكاجومي سيفتي ساج عشان يحميهم من الوحوش لو هجموا عليهم ولا حاجه، وبيقرر هو يروح هو وشيبو للمكان هناك. بعدها بنشوف ان الكاهن ده هو الوحش الحقيقي، وهو عمل كل ده عشان ياخد منهم اجزاء الجوهره، وبنشوفه هو بياخد اجزاء الجوهره في جسمه وبيهاجم على انيوشا وبيقدر يمسكه. بيحاول انيوشا ان يحرر نفسه، لكن عشان تحول الانسان فبيكون ضعيف جدا، وبيروح الوحش ده يعض في كتفه. وبتوصل كاجومي للمكان، بيحاول الوحش ده انه يقتلها، لكن بتشوف قوه السيف انها بتقدر تحميها، وبسرعه كاجومي بتروح تحرر انيوشا، وعشان هي معاها سيفتي سايجا فمش عارف الوحش ده يهاجم عليها تاني. بيروحوا كلهم غرفه كده على جنب وبيحطوا سيفتي سايجا على الباب عشان الوحش ده ما يقدرش يخش، وبيستريح انيوشا شويه عشان يستعيد قوته، لكن الوحش ده معاه قوه اجزاء الجوهره فبيقدر يكسر عليهم الباب، لكن بيكون انيوشا صحي من تاني والفجر من اليوم الجديد ظهر، وبيرجع انيوشا لشكل الوحش بتاعه تاني، وبضربه واحده منه بيقدر يقتل الوحش ده وبيدمر المكان كمان. وعشان الوحش ده اكل الجوهره، الجوهره اتجمعت من جديد لنص جزء كده وبياخدوها وبيودعوا البنت دي وبيمشوا. بعدها بنشوف انيوشا وذكرياته هو وكيكيو لما ضربته بالسهم من بتاعها، وشكلها كده كان في خلاف جامد جدا ما بينهم، وبنعرف بعدها ان في شيطانه بتقدر ترجع الارواح اللي ماتت دي، وبتهاجم على القريه وبتاخد الرماد بتاع كيكيو. بس فعلا هل هتقدر ترجع كيكيو للحياه تاني؟ طيب وبعد ما ترجع كيكيو هل هتنسى انيوشا والحاجات اللي عملها معاها دي؟ كل ده هنعرفه الحلقه الجايه. ما تنساش تعمل لايك واشتراك عشان ده بيشجعنا ان احنا نعمل فيديوهات زي دي، وما تنساش انك تصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسلام.